وزي ما شفنا بيبقوا قاعدين مستنيين زيارة ابنهم أو بنتهم علشان يفرحوا ونرسم البسمة على وجوههم. وكمان للأسف الشديد في أم حكيت لي حكاية بجد أنا حزينة لما سمعت الحكاية دي. ولادها البنات، هي مخلفة بنات، وده بالفعل يمكن اتعمل بالفعل فيلم، وده كان قصة حقيقية وحصلت، حصلت يعني، ومش مجرد فيلم، لا دي القصة دي حصلت، لأن في ست حكت لي نفس الكلام بالظبط. اتفقوا ان هي الشقة كبيرة عليها، ويا ماما بقى احنا محتاجين فلوس وعلشان نسكن في مكان احسن والكلام ده. الست طبعا بفطرتها وطيبتها راحت وافقت للأسف الشديد، وده خطأ طبعا، وقالوا لها تقعدي عند كل واحدة أسبوع. للأسف اتصدمت، قعدت عند كل واحدة أسبوع بعد ما أخدوا فلوس الشقة. الموضوع جميل، والترحيب والحفاوة والأكل والشرب والترحيب فظيع. بمجرد بس ما فضلت تتنقل ما بين هنا ما بين هنا، بقوا خلاص مستنيين الأسبوع يمشي عشان تروح عند بيت بنتها التانية. الست حست، بقت تسمع جوز بنتها وهو بيقول كلام جارح، بقت تبكي. طب لا، ما يجوش بعد السن ده كله، بعد كل الرحلة، الرحلة المؤلمة، الرحلة الشاقة، الرحلة المتعبة اللي حكيناها دي، عايزة تخلف وحامل وتعبت وخلفت واتألمت ونسيت وربت ودخلت مدارس وكبروا وتحملت تمردهم في سن المراهقة وتحملت تكاليف جوازهم وعانت وجوزتهم وتحملت مسؤولية أولادهم، ما تجيش في الآخر بقى إنها تتعامل بالقسوة دي. ما ينفعش، ربنا ما قالش كده، ربنا وصى على الأم. الرسول عليه الصلاة والسلام وصى على الأم، جميع الأديان السماوية توصي بالأم. الأم حاجة كبيرة، حتى بصوا كلمة الأم، وطنك أم، مامتك أم، أم في يعني ضم حاجات كتير قوي، كم حنان وكم وفاء وكم حب وكم تضحية. يبقى هي تستحق ايه؟ تستحق اللي انت تحبها، تحتضنها في عيد الأم، وكل يوم كل يوم عيد تسأل عليها. اوعى تنسيها ابدا، ما تنسهاش، عشان ربنا اكيد هيكرمك في زوجتك، في اولادك، في حياتك، واولادك هيبقوا قدوة ليك، لانهم هيعاملوا مامتهم وهيعاملوك كما انت تعامل مامتك وتعامل والدك. فهم يعني دي محاكاة، الطفل بيقلد كل شيء، بيقلد الأم وبيقلد الأب. فتعالوا طيب نشوف كده مثل جميل، نختم الحلقة بتاعتنا بمشهد جميل، وأبناء برين بأمهم وبرين بوالديهم. ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل طيبه، يا ربي خليك يا امي، حبيبة.
وابار بامك وتسمع دعوه جميله وحياتك كلها تبقى سهله ومتيسره، وربنا بيرزقك جامد بسبب دعوه من امك، بينقذك من حوادث كتير، بينقذك من حاجات كتير قوي، كوارث ممكن تحصل لك بسبب رضا الام، لان رضا الام من رضا الله سبحانه وتعالى. ويا ريت يا جماعه في نهايه حلقتنا ما نكونش بكينا حد واحنا بنتكلم عن الام، لا بالعكس، اللي مامته متوفيه او اللي مامتها متوفيه احنا زي ما قلنا نكسر من القرآن، نكسر من الصدقات، نكسر من الدعاء، نتذكر لو كنا نسينا الفترة اللي فاتت نتذكرها، نروح نقرأ لها الفاتحة ونعمل صدقة جارية على روحها. صدقوني والأم اللي عايشة قوم روح بص إيد أمك وبص قدمها كمان، قدمها ده تاج على رأسك تفتخر بيه. واللي مامته لظروفا ما، الله أعلم بظروف أي حد يعني، وأكيد تبقى ظروف قاسية قوي قوي، ما تبقى ظروف عادية واروح أوديها دار مسنين، يروح يزورها أو تروح تزورها وتفتكرها وتعمل لها يوم، أو يعمل لها يوم ثابت، يوم أسبوعي لزيارة مامته، ما يبعدش عنها، يكسب دعائها ويكسب حبها وابتسامتها. وبقول لكل الأمهات سواء في مصر أو سواء في كافة أكترنا العربية، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بسعادة، كل سنة وانتم أجمل أمهات وأجمل زهور في بستاننا. وكمان بقول لكل أم متوفية الله يرحمهم جميعا ويجعل أراضيهم الجنة، ويجعلهم بإذن الله من أهل الجنة ويصبرنا على فراقهم. وفي نهاية حلقتنا بقدم رسالة لكل أم في دار مسنين، بقول لها كل سنة وانت طيبة يا أجمل أمهات، يا أجمل زهور، يا أجمل حاجة في حياتنا وأجمل شموع أيضا حياتنا كلها وأيضا بلدنا. ربنا يخليكم لينا، وبإذن الله هنزوركم إن شاء الله، وإحنا بنزوركم بدون عيد الأم، لأن كل يوم أمومة وكل يوم حب وكل يوم عطاء، وعطاء الأم لا ينفذ ولا يستنفذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كانت معكم حنان الشامي في برنامج ما بيبانش على حقيقته وحلقة ست الحبايب من والدين إحسانا. وبإذن الله استنونا الحلقة القادمة مع الجزء الثاني من الحلقة عن الأب. كانت معكم حنان الشامي، إخراج فني وتصميم وإخراج الفنان أيمن العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في حلقة جديدة.